بس لكم شيء عن جامعة ديبريسن، إنه هاي الجامعة نفسها ما فيها كل التخصصات، يعني بمعنى إنه اللي بيجوا لهون يا بيكونوا عم بيدرسوا مثلاً لغة البلد، أو مثلاً هن طلاب بالبلد عندهم إنه مثلاً حصص هون، أو في طلاب الطب حصص كمان. بس أنا مثلاً أنا كوميرس ماركتينج، فأنا بالفاكولتي وبالكامبس تبع بزنس وإيكونومكس. طبعاً أنا ما فيني روح لهونيك لأن هلأ في صيانة، بس أنا أكيد عندي صور فحط لكم إياها، وإن شاء الله بأقرب وقت بروح لهونيك بعد ما يخلص الصيانة. المهم، فاللي كمان عجبني إنه عشان تعرف قديش هي كبيرة وعريقة، بكل ديبريسن في كتير فاكولتيز وكتير يعني كيف بدي أقولكم، إنه في يعني في مبنى للبزنس، في مبنى مثلاً للإنجينيرينج وإلى آخره، فعشان تعرفوا يعني إنها كتير كبيرة وعريقة عن جد، عرفتوا كيف؟ فأنا لما بدي إجي وخلص أموري للجامعة بيجي لهون، بس لما بدي روح وداوم بجامعتي بروح على الفاكولتي تبعيتي يلي ححط لكم هلأ صورة أكيد. شايفين هيدا ترام 2، هلا وقف بياخد طلاب وبينزل طلاب وبعدين بيروح على غير مناطق طبعا. فيعني اذا انتو جايين مثلا السنه الجاي او ما بعرف يعني، بس اذا حدا جاي ما تعتلوا هم الترانسبورتيشن اللي هي المواصلات، لانه حتلاقوها يعني باي طريقه، فما تخافوا كتير سهل يعني بدل الطريقه في 1000. هلأ هون الطلاب فيهم مثلاً يقعدوا يأكلوا يشربوا كافي، وهوني كمان مثل ما شايفين في كمان كافيه، وهيدا المبنى كمان حد الجامعة عشان هون في ناس بخلصوا أمورهم. هيدا مثلاً الانترناشنال ريليشنز أوفيس، بعتذر منكم والله ما بعرف شو ترجمته بالعربي، بس يعني بعتقد أغلبيتكم بيعرف شو يعني، يعني هي للمعاملات وهيك. مثلا هنيك في مبنى، يعني هلا كل المباني اللي حتشوفوها الناس بتيجي وبتخلص امورها فيها للجامعه، عرفتوا يعني 3/4 الوقت هو للجامعه اصلا. فكل المباني اللي حد الجامعه هي لانه تخلصوا اموركم. مثلا في مبنى اللي هو الثاني بناي بتخلصوا مثلا امور ال يعني في عندهم مثل immigration office بس صغير، اقامات فيزا هالقصص، بس انه بس للطلاب وبس. والله يا حلوين هذا كل شيء بخص جامعة ديبريسن. فرجيتكم انه في 2 كافيز
في كنيسة. وباي ذا واي إذا ما قلت لكم، هاي الكنيسة بسموها كنيسة جامعة ديبريسن، The University of Debrecen Church. مثل ما شايفين حتى حاطين اللوجو اللي هي هاي تبعت الجامعة، يعني على الكنيسة نفسها وبس. فمثل ما شايفين يعني حوالين الجامعة بتخلصوا أموركم، بتقعدوا أنتوا ورفقتكم بشي كافيه وإلى آخره، بتجوا على اللايبراري بتتسلوا بتقرأوا، في كتير كتب للدراسة، فهذا الشي كتير حلو. وطبعا شفنا أكتر من تمثال، عن جد عشق 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 بالنسبة لإلي أنا ديبريسن. فبس والله إذا عجبكم الفيديو بليز ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي.